ازاي نعمل تخطيط وفي نفس الوقت نعمل ميكس معين لخططنا مع بعض عشان نوصل للهدف في فم عيان في سنان عيان. ده حوار مهم جدا، التخطيط وفي نفس الوقت العمل الجماعي، تخطيط وعمل جماعي وتكثيف كل أدواتي أضربهم كده في الخلاط عشان يطلعوني نتيجة رائعة في الآخر. ده فكرة how to plan، إن أنا أعمل بلان حلوة، و how to blend blender، إن أنا أخلط الحاجات في بعضها، أخلط التكنولوجيا عشان تطلع منتج في الآخر جيد. ده كان حواري مع ضيفي العزيز، طبعا القيمة العلمية الكبيرة واليد الماهرة في عالم الأسنان والتميز والأداء المتميز جدا على المستوى الأكاديمي، على المستوى الإكلينيكي، على المستوى الإعلامي كمان، ما شاء الله تواجد متميز للغاية لضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، استشاري علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور من جامعة عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمي والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شايني وايت الشهير. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور. إيش يا كدي؟ تعالى بقى، المرة اللي فاتت والحلقة اللي فاتت قلت لنا كلمة مهمة جدا، بلندر. وانا فهمتها على انها التخطيط، لكن انت قلت لي لا، صححت لي مفهوم مهم قوي. يعني ايه بلند؟ هو زي ما بقول لك الراجل الفرنساوي لما قال لي لما اديك بيض ولبن ودقيق واقول لك اعمل لي كيكه، انت معاك نفس الكومبوننتس ومعاك نفس الخلاط الكهرباء ومعاك كل حاجه والطبق، وقلت لك اعمل لي كيكه ونفس الفرن، واديهم الاثنين، واحد يعمل كيكه جميله جدا، واحد يعمل كيكه ما تعرفش تاكلها، ما تعرفش تحط الشوكه فيها. فهو يقول لك اتس اول اباوت ذا بلاند، هي مش الكومبوننتس بس، الكومبوننتس مهمه قوي والمكونات مهمه قوي، بس التاتش والكميات وازاي والنو هاو وازاي اعمل الحدوته دي مهم قوي. فانت ازاي، ان احنا النهارده بيبقى عندنا التكنولوجيا، احنا كان ناقصنا زمان من عقدين التكنولوجيا في مصر، ان احنا كنا بنقول لا ده احنا هنسافر بره عشان في تكنولوجيا عاليه، ده الدكاتره عندنا في مهاريه عاليه ولكن تكنولوجيا بره عاليه، لا احنا جبنا الدكاتره وجبنا التكنولوجيا وابتدينا نعمل البلند اللطيف ما بين الاجهزه المختلفه علشان نوصل لتخطيط مثالي نقدر نوصل بيه لنتائج مبهره احسن من اللي انت بتاخدها بره واسرع. لان هو بره هو بيخاف من حته عندهم حته الكونسنس ومن اي عيان ممكن يقاضي دكتور والكلام ده كله، فما بيحبش ان هو يتيك ريسكس وما بيحبش ان هو فبيمشي روتيني بشكل داز نوت كرييت، ما بيخترعش جديد، ما بيعملش حاجه جديده. احنا بنطلع من الماشينز اللي هم بتاع لما بنبعت لهم الكيس ريبورتس والصور اللي احنا بنعملها ما بنبقاش مصدق فعلا. انت يعني كان في ميتنج قريب وبنتكلم معاهم على الكيس ستادي وحاجه اسمها ماركت برزنتيشن، كنا بنعمل حاجه اسمها ماركت برزنتيشن للماركت في ايجيبت، واحنا بنعمل ايه للحالات السوق بتاعتنا للسوق بتاعنا وبنعمل ايه للمرضى، بنقدم للمرضى بتوعنا ايه، كانوا مذهولين ان الكلام ده ازاي بيخلص في مره واحده، رغم ان هم اللي عاملين الماشينز دي، الالمان هم اللي عاملين الماشينز دي، وهو النهارده بيعملهم 2-3، انما 10 دي ما شافهاش ما سمعش عنها غير من الصور اللي احنا شفناها. المصريين حتى المصريه جراحين المصريين عندهم صبر وعندهم باور، يعني بره ما يقدرش يشتغل زيك مثلا، يشتغل 7 ساعات او 8 ساعات، لا ما يقدرش كده، دي حقيقه. ساعتين ثلاثه ويقول لك انا اروح العب جولف. ايوه بالظبط. احنا مسافرين شغالين. طب انا عايز احكي قصه من جوه شايني وايت. كويس. احنا كفاية لو تفتكر المره اللي فاتت كان في قررنا ان احنا نخش جوه الروتين اليومي بتاع الشغل، وابتدينا ناخد حالات من جوه الشغل العاديه روتينيه، مش حاله بلاند، هي حاله جديده جايه المركز تتعالج بشكل عادي جدا. وابتدينا المره اللي فاتت كان هي عندها، لو نفتكر كان عندها الفك الفوقاني والتحتاني ما بيقفلوش على بعض، السنان اللي ورا عضه واللي قدام مش عضه، عندي عوجاج في كذا سنه، كان عندي فوق في سنان لبنيه،
شلنا لو تفتكر السنان اللبنيه اللي فوق وحضرنا السنان وجهزنا اللثه وحطينا الثمان سنان او تسع سنان اللي موجودين فوق على عملنا تسعه فوق الحقيقه عملنا على الفك العلوي وده كان اللي وقفنا عليه المره اللي فاتت ان ده كان الداي بتاعنا كان اليوم بتاعنا ان احنا خلصنا الفك العلوي كله في جلسه قفلنا العضه بنسبه 65-70% عن طريق ان احنا طولنا السنان اللي فوق شويه بحيث انها تقفل العضه بس من غير ما نطولها قوي علشان هنطول اللي تحت عشان نقفل العضه 100% بالسن بالاثنين مع بعض. توزيعته طبعا بيخدمني فيه الكمبيوتر والتخطيط اللي انا عملته على الاشعه المقطعيه قبل ما ابتدي. عظيم. فببتدي ان انا هنبتدي المره دي او الحلقه دي بقى من فين هبتدي بقى الفك التحتاني. الفك التحتاني عندي فيه الحقيقه كذا مشكله. نبتدي الاول ندرسه على الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد. زي ما انا نفتكر ان احنا بناخد ادي الفك التحتاني في موجود فيه عندي فيه النابين اللي طالعين لبره دول طالعين بره محيط الفك. تمام. فانا النهارده الكمبيوتر مش ساحر، انا حاجه من الاثنين، حتى بتاع التقويم لو هيشتغل تقويم هيبتدي ان هو يشيلهم لان هم لهمش مكان في الفك، وهيبتدي يعدل اتجاه السنان. احنا اللي هنعمله ايه؟ ان احنا هنشيلهم وهنحط بورسلين جوه مكان الخلع بتاع الجدر اكنه جدر بالكراون بتاعه. لا يعني انا مش فاهم الحته دي، يعني هنزرع ولا مش هنزرع؟ مش هزرع. لا مش هزرع. انا هعمل سنه كراون او تاج وتحتيه جزء من الجدر داخل جوه مكان الخلع. تمام. والسنه دي ماسكه في اللي قبليها وفي اللي بعديها. حلو قوي. لان انا كده ولا كده هغطي اللي قبليها ولا اللي تحت. اللي تحت الحين هعمل 10 سنان تحت. هو كده كده بتعمل بريدج، بس بريدج من نوع خاص، بريدج بس بطريقه اكني كان يعني كوبري، بس كوبري له عمق كده، عمق في النص. وعلشان خاطر اسبورت السوكت، اسبورت اسند المكان الخلع، وفي نفس الوقت اعمل السنه تبقى كانها طالعه من اللثه بتاعتها. بنبتدي الاول ندرس برضو تاني، بندرس بقى الفك، نبتدي نشوف بالاشعه المقطعيه نجسره السنان كلها، نبتدي نشوف المقاطع بتاعت السنه كلها، اي حته في السنه، اي حاجه فيها تسويس، اي حاجه فيها تاكل، اي حاجه فيها التهاب، تسويس ما بين السنان، حشو العصب لو في حشو عصب نعرف اخباره ايه، كويس ولا وحش. بمشي على المقاطع مقطع مقطع، اشوف السنه حته حته في الفك، اشوف العظم، اشوف الاتجاهات، اعرف كل حاجه من خلال الاشعه المقطعيه. الاستاف بيبتدي ياخد الداتا من المريض، يبتدي يعمل له الاشعه، يبتدي يعمل له تحليل مبدئي علشان خاطر يقول له هو هيعمل ايه. لان ده مهم جدا، ان لازم المريض يبقى عارف هو هيعمل ايه. مش شطاره ان انا اجي اشتغل دكتور ايمن وانت مش عارف انت هتعمل ايه. يعني انت النهارده تيجي وتتفاجئ بالظبط. فانا بيجي المريض يعمل تشخيص مبدئي مع الاستاف، يبتدي ان هو يعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد، يبتدي ان هو يخطط لها ويعرف مع الاستاف ويقرر ويشوف البلان بتاعته هتاخد وقت قد ايه، هتكوست هم قد ايه، هتعمل هتكلفه قد ايه، هتعرف يعرف كل الداتا. وبعد كده بيبتدي ان هو يجي بقى يقعد معايا، طب انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، طيب تمام يلا بينا نبتدي ان احنا نبتدي في الخطوات بتاعتنا. الاشعه المقطعيه قطعت 90% من الشوط في التشخيص، ان هي وريتني كل حاجه قدامي. المريض نفسه لما بيشوف السنه بتاعته قدامه، لو فيها كسر هيشوفه، لو فيها تسويس هيشوفه، لو فيها التهاب هيشوفه، هيشوف مدى كمان الديفورمتي، مدى الخلل الموجود في تنظيم السنان مع بعضها. بالظبط. طبعا دفنت هيبان اكتر. بالظبط. فبيبتدي ان هو خلاص عملنا الخطه العلاجيه، عملنا بتاع، قررنا ان احنا هنعمل ايه. السنتين اللي ما لهمش مكان طالعين بره دول هنشيلهم بالموجات الصوتيه، دي اول حاجه. بعد كده هبتدي ان انا احضر اللثه بالليزر. تمام. فاول حاجه زي ما اتفقنا ان الموجات الصوتيه دي لغت بقى الكمشات بتاعت زمان والحاجات اللي هي المتعبه بتاعت زمان دي. فابتدي ان انا بالموجات الصوتيه امشي حوالين الدرسين اللي هم فيهم مشكله دول، وابتدي ان انا اشيلهم. تمام. هو بتخلق فراغ حوالين الجدر، بيبتدي ان هو الفراغ ده يخلي السنه تطرقع، تطلعها على طول بمنتهى السهوله، نشدها ان شاء الله بالتويزر بالملقاط. تفهمني؟ خلاص مفيش كماشه بقى، مفيش ده انت بتخلع السنه دي في 30 ثانيه بس. انه تايم كده، مجرد بتمشي كده. وده جهاز يماثل الاحساس بتاعه اكن جهاز بتاع تنظيف الجير، يعني اكنها هي دلوقتي بتنظف جير المريض، ان هو اكنه بينظف جير، هو موجات صوتيه زي بتاع تنظيف جير بالظبط. فبيبتدي ان هو نشيل
السنتين اللي بره دول، ان دول طالعين بره خالص الكمبيوتر مش عارف يعمل فيهم حاجه. خلي بالكوا احنا شغالين تحت في الفك التحتاني كده بالظبط، احنا خلاص الفك الفوقاني. الصوره اصل هي الصوره جايه من فوق لتحت فمقلوبه. مقلوبه بالظبط عشان بس الناس فاهمه كويس ان احنا دلوقتي شغال تحت، شغال فك التحت الفوقاني والفوقاني. يمكن باين اهو اللي هو ابيض هو ده، الدكتور اللي واقف فوق ايوه هو بيصور عشان ده بالمايكروسكوب، فهو قاعد ورا بيصور فعشان كده بيبقى الشغل ده دايما بالمايكروسكوب، فتبقى الصوره شويه باينه ان هي مقلوبه. يمكن هم يعدلوها في الميكروسكوب. لا ما هي هي تبقى كده الميكروسكوب موريك ازاي. شوف بص موريك ازاي هي دي رؤيتك انت وانت شغال. ايوه بالظبط. وانا بلف حوالين المريض وبشتغل وبمشي بالموجات الصوتيه حوالين الضرس، مفيش الم خالص، مفيش يعني زي ما انت شايف كده الدنيا بتبقى كونزرفتيف جدا، بتبقى مفيش السوكت. انا مهم قوي السوكت يعني ان انا احافظ على مكان السنه. ليه؟ لان انا هحط فيه جدر. ايوه ولان انا عايز اخرج العيان ده من عندي بشكل فاينل. احنا اتفقنا ان العيانه اتفقت معايا انا عايز اخلص في 48 ساعه اسناني كلها. فانا دلوقتي هعمل الفك اللي فوق في مره وهعمل الفك اللي تحتاني في مره. عملنا الفك اللي فوق في المره اللي فاتت. بالظبط. احنا شغالين على الفك التحتاني. الفك التحتاني هذا هو الجزء الثاني من جاد فازر. بالظبط. شلنا السنتين، نبتدي بقى نحضر السنان. زي ما اتفقنا انا عايز اطول السنان دي عشان اقفل العض. فابتدي اشيل ملي من كل اتجاه من غير ما عدا فوق. لان انا هطول السنان. فابتدي اشيل من اليمين ومن قدام ومن ورا ومن هو 1 مليمتر تمام. ودي دايما شايف كده احنا بنصور لايف. دي ده احنا من جوه المركز، من جوه الشغل اثناء الشغل زي ما عملناها بالظبط، بتطلع ما فيهاش اي موديفيكيشن. ودلوقتي كل الفيديوز في كل المؤتمرات لازم يقوم كاتب لك ماركه حمراء كده من تحت ذيس فيديوز نوت موديفايد اور اديتد باي اني مين. لان دلوقتي بقى الشغل هذا الفيديو غير لم يتم عمل مونتاج له ولا يتم تعديل له باي شكل من الاشكال باي شكل من ليه الأشكال. لان دلوقتي اصبح اللعب في الفيديوهات والبتاع بحيث ان ده يحسسك ان مش ما يوريكش الحقيقه. يقول لك حاجه مش حقيقيه، يعدل في الصور، يعدل في تشكيل الصور. يمكن انت شايف البتاع زي ما هي بالشفاط بتاع الميه بالمش عارف ايه يعني كل ما هو بالمرايه اللي بتشد، يعني كل ما هو بيستخدم فعلا في الحقيقه هو ده اللي بيتصور. كانك انت شايفه، كانك انت شايفه، وهو كانك خدت التجربه مع المريض اللي خد التجربه. وده فكره الريل لايف، انك تشتغل حقيقه والصور قبل زي بالظبط، بعد زي بالظبط، حتى لو فيها اي حاجه في الاول او في الاخر صوره مش معدله. انا شلت السنتين اللي بره اللي كانوا السوكت بتاعهم حافظت عليه عشان هدخل فيه بورسلان، وحضرت بقيت العشر سنين الثمان سنين اللي فاضلين حضرناهم وشكلناهم، شلنا ملي من كل اتجاهات ما عدا بره. ابتدينا بعد كده ان احنا نشكل التركيبات بتاعتي. عملنا اربع كفرز في النص بنفس اللون بنفس الشفافيه مفصولين، وادي اهو اللي بقول لك عليه الجزء الترموز بالجدر. أيوة. اللي هيخش جوه السوكت. بصوا في النص ثلاثه كده وفي النص طويل. أيوة. لانه بجدره هيدخل ده بالجدر في جوه الجدر جوه مكان الخلع. حلو قوي. والناحيه الثانيه نفس القصه، هيخش بالجدر بتاعه جوه مكان الخلع. فيبقى انا عندي ثلاثه ماسكين في بعض وثلاثه ماسكين في بعض، واللي في النص فيها جدر ودي فيها جدر مكان الخلع، واربعه فيهم وده الديزاين اللي احنا عملناه بالكمبيوتر. فانا بقى ببتدي يعني يمكن دي خطوه مسبقه عشان الناس تفهم، بس احنا الاول بعد كده بنعمل ايه؟ بنبتدي ان احنا نصور بقى. نصور بالكمبيوتر. طب انا هسالك سؤال هيعجبك، بس نشوف الصوره قبل ما نروح للكمبيوتر. نرجع للصوره اللي فاتت دي. نرجع للصوره اللي فاتت دي، انا هسالك سؤال حلو خالص. هم ممكن يجيبوها لنا حتى بعد ما هو بعد لا يعني احنا هنشوفها. واحنا بنعمل البريدج الثلاثي ده اللي هو الكوبري الثلاثي، انت اصريت ان انت تعمل الواحده فيهم اللي في النص بجدر. بالظبط، عشان يدخل في مكان الخلع. بالظبط، بتاع السنه اللبنيه البايظه. كويس، صح كده. هي ما كانتش لبنيه، هي كانت دايما بس كانت طالعه بره البطن. طالعه بره خالص. طالعه بره محيط البطن. بعض الناس بتعمل هذا البريدج من غير هذا الجدر. تمام، بتبص تلاقي في سبيس بقى يتكون. يا اما هيضطر يستنى. ما هو انا دلوقتي في التشالنج، ما هو ده بقى التشالنج وهي دي التالنت. انت النهارده قدامك حاجتين من الاثنين. عجبك السؤال. عجبني. يا تستنى بعد مكان الخلع، تستنى لما يلم، يا اما تدخل ده جوه مكان الخلع، فبالتالي هيلم عليه، فلما هيلم مش هيبقى فيه فراغ ما بين اللسع وما بين البورسلين، لان هو هيبقى ايمرجنج داخل جوه البورسلين. اكن ده بقى هو البلند اللي احنا بنقول عليه، هو ده الكرياتيفيتي، الابداع. ابداع ان انت ازاي تعمل الحاجه. ده التصوير اهو، ببتدي ان انا بدل المقاس ابتدي اصور السنان 3D. ابتدي ان انا اخد شكل السنان، اخد اللي فوق واللي تحت والعضه
والكلام ده كله بحيث ان هو ادي الكمبيوتر الداتا اللي انا هشتغل عليها في الاول. يعني دي باللسة مهم قوي ان احنا بنصور السنان باللسة برضو خد بالك. لان انا لما بصور السنان باللسة انا بقدر ان انا اتحكم في شكل اللسة واتحكم في نزول الحاجة على اللسة. طب لو انا عايز اللسة دي تنمو شوية زيادة ابعد السنة في الحتة دي عن اللسة عشان بعد يومين ثلاثة لما الليزر يلم يقفل على السنة. فيعني عايز اقول لك ان انا عندي كل الداتا مساعدني فيها الكمبيوتر ومساعدني الميكروسكوب ومساعدني الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد ومعايا كمان. نبتدي بقى نلعب احنا اللعب بتاعنا ازاي انك تعمل الحاجه الايديال طبقا لظروف المريض اللي قدامك. لان المريض انا دلوقتي عندي مريض ما عندوش وقت، عندي مريض عايز يخلص في يوم واحد. طب ازاي اوظف ده واوظف اجهزتي واوظف التيم ورك بتاعي انه يعمل لي الريزلتس دي؟ ده مهم قوي وده هو سر النجاح. هو ان انت ازاي توظف الموضوع بشكل مظبوط جدا. نبتدي بعد كده ناخد البروبوزل زي ما اتفقنا. البروبوزل اللي هو كلمه بروبوزل معناها التخيل، التخيل بالظبط، مشروعك بقى في تخيل المشروع هيبقى عامل ازاي، تخيل السنان هيبقى عامله ازاي اللي احنا هنعملها. فهيبتدي الكمبيوتر ينزل السنان على السنان المتحضره وعلى اماكن المخلوعه وعلى كل حاجه، يبتدي ينزل لي سنان طبيعيه يبقى كده ويديني الشكل الايديال ابتدي او المثالي، ابتدي ان انا اعدل فيه حاجات بسيطه. المريض مثلا لا انا عايز اطول السنه شويه، لا انا عايز اقصرها شويه، لا انا عايز اعمل فيها شكل من الاشكال معين، انا عايز السنان تبقى فيها كيرف شويه، انا عايز الانجلز او الزوايا بتاعه السنان تبقى حاده او مستديره. يعني كل حاجه ممكنه انا بقول له رايي الطبي وهو بيبتدي يتكلم ويتعامل في سنانه بدل ما هو كانت قبل كده بتيجي من المعمل. هو ده انت لبسته خلاص، المعمل بتاع العجينه العجينه يقول لك انت خلاص هو ده، انت لازم ده الحل اللي قدامك، انت ما قدامكش حل تاني. ادعي بقى وقول يا رب يا رب. كلنا هندعي بس يعني ندعي واحنا مبسوطين واحنا غير مبسوطين برضو ندعي نقول له يا رب. قول له اقدم بس الواحد اللي قدم المشيئه ويتوكل على الله ويشتغل يعمل حاجه كويسه. تفهمني؟ مش ان انا اسيب الحاجه كده تتعمل لوحدها واقول ايه لا ده يعني مش التوكل، مش تواكل. التوكل غير التوكل. ده اللي انا قصدي اقوله. عايز اسال سؤال هنا، واحنا بنرتب مين اصعب عليك في تحديد اختياراته، الستات ولا الرجاله؟ والله الديبانس يعني هي بص، هو لما بيبقى حد شاف الحلقه معانا وشاف احنا بنعمل ايه وفاهم احنا بنعمل ايه بيبقى الموضوع اسهل. مريح. انما لما بيبقى لسه مش عارف حاجه خالص واقعد افهمه من اول وجديد بيبقى الموضوع متعب قوي. انت فاهمني؟ يعني عشان كده يمكن الرساله هنا مهمه ان احنا نوصلها للناس علشان خاطر هو هيقعد يسمعك هنا على مدار مثلا ساعه الا ثلث وممكن يسمعك مره ثانيه فساعه الا ثلث ثاني. مستحيل هيقعد معاك مجرد الانفورميشن مش الشغل. هو انت ممكن تقعد معاه في الشغل كده لكن اللي هو الكلام بس شرح نفسه مش هقعد معاه ساعه الا ثلث اشرح له انا هعمل ايه بالظبط. صعبه. ولو قعدت مع كل لو انت مثلا خمس ست عيالين في اليوم ادي خمس ساعات كلام فقط. محاضرات دي ده كده بقت كده محاضره جامعه جامده. البنت الاموره بقى اللي كانت عندها فتحه البق وكانت السنان بايظه قفلنا بقى لما جينا بقى قمنا جايين بقى الكباري اللي انت شفتها دي الكوبريين مع الاربعه كفرز اللي موجودين ولزقنا بقى الكلام ده كله جوينا زي ما انت شايف بقى اللثه لما اتشكلت واتعملت فاصبح عندي السنان اختلفت كليا وجزئيا. اولا الشكل الفك اتعدل كله بالكامل، ما بقاش عندي فيه حاجه طالعه بره ولا حاجه داخله جوه وما فيش كان خد بالك. شايف بقى البتاع دخل ازاي جوه السوكت؟ يعني فراغ دخل جوه مكان الخلع. فدي الحرفنه بقى. يعني ان انت انا خلعت السنه وحطيت بتاع وشايف العضه بقى 100% كلوجر. ما عنديش هوا يعني العضه مقفوله بالظبط واللي فوق قافلين قدام اللي تحت بالظبط وقافلين صح. وده كانوا مبدلين، كان اللي طالع اللي تحت طالع لبره. يعني ما هو كان ده كده وده كده، كانت كلاس 3 كانت مقلوبه. بتورينا يا جماعه في البدايه بقى. فدلوقتي بقى اصبحت ده التشطيب النهائي بقى. ده التشطيب النهائي ده بقى اللي هو ايه يعني شايف كانت مقلوبه. شايف يعني كانت العلاقه معكوسه، كان الفك التحتاني سابق الفك الفوقاني، كانت السنان مش قافله على بعضيها، كانت السنان متعرجه واللي طالع واللي داخل واللي لافف والكلام ده كله. اصبحت دلوقتي العلاقه مظبوطه، السنان اللي تحت متغطيه، اللي فوق مغطياها، الار اليو او شكل اليو بتاع الفك اتعدل فوق وتحت. اليو اللي تحت دايما بيبقى اصغر، اليو اللي فوق بيبقى اكبر، الاثنين مقفلين على بعض، السنان اللي قدام مقفله بس مش لامسه، السنان اللي ورا مقفله بس لامسه، المدغ مظبوط، لما بتيجي تقفل بقها بتعرف تقفل شفايفها على بعض، اللي بيبان من اللثه قل. عارف كميه مشاكل رهيبه جدا يا دكتور ايمن بتتحل في 48 ساعه.
انا بحييك على هذا البلندر الرائع. انت المره اللي فاتت قلت لي بلان، انا سمعتها بلان يعني جايه من بلان بلاند، فانا بفكر في التخطيط في التخطيط في التخطيط. لا انت قلت لي انا مش قصدي على التخطيط، انا قصدي على اننا اكس انا اجمع قدرات التكنولوجيا كاني بعمل خلاط. ايوه بالظبط، قلت لك ده كلمه بلندر دي بحبها قوي، انا بعشق الخلاطات. ايوه الخلاط بتاعي ده اقوى خلاط بعمل فيه. انت بتخلط الاشعه الثلاثيه، الاشعه الثلاثيه الابعاد مع الكمبيوتر مع الميكروسكوب مع الليزر مع الليزر الدكاتره مع الدكاتره مع التجهيز مع التشخيص مع التايمنج مع التايمنج مع الوقت. هو ده بقى الخلطه، هو ده البلند. هي دي الكيك. انت بتنورنا يا جدع. كل شكر وتقدير لضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره والاسم المتميز اللامع الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس. خلي بالك انا بتك على مدرس طب الاسنان عشان احنا تعبنا فيها. دكتوراه علاج الجذور جامعه عين شمس، ادي لوحدها. وماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمي، ورئيسك مجلس إدارة مركز شايني هوايت الشهير. إمتى الكبير؟ قريب؟ إن شاء الله. طيب خلينا الكبير دي بقى. نورت يا دكتور. ربنا يخليك. وي ويل بي باك أجين.